السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا بسيط جدا، ما ادري بيوصل 10 دقائق ولا لا، لكن ما اتوقع حتى يوصل 5 دقائق. عموما اليوم نزلوا فورتنايت سياره روكت ليج. كيف سياره روكت ليج؟ تقدر تدخل داخل كريتيف حاليا تلعب سياره روكت ليج. راح اوريكم كل شيء الحين. فمثل ما تشوفون روكت ليج اوكتين توتوريال، راح نلعب الحين بالاوكتين. حاطين ماب مخصص للاوكتين، راح نجرب معكم الماب. فبسم الله خلونا نبدا. قبل ما يبدا مقطع، اذا ما اشتركت اشترك، فعل زر التنبيهات الله يسعد. اغلب اللي يشوفون مقاطع ما اشتركوا، ولا تنسى زر على طريق يعني كود رايتم شوب اللي انا حتى ما حطيته. بيسأل شباب، ها بيسأل فوقت ليك فورتنايت في شيء. وبما ان اليوتيوب يعني حاليا بدات نازله ككل، فاتمنى تنشروا المقطع اذا عجبتكم الفكره. ما ادري احد نزل قبلي ولا لا، بس بحاول اني انزله قد ما اقدر او ابكر ما اقدر. ها اوكي، خلونا نلعب بيد. اوكي خلونا نلعب بيد وبكنترولر. اوه شوفوا شوفوا شوفوا، والله ديم شوفوا حاطين هنا، يقولون انك تدور اريز كنترول رول اير، بديك تشقلب، بديك تسوي كل شيء. دج دبل جامب، جامب بوست، بيك اب بوست، درايفنج. حلو حلو، يعني ركت ليك بالضبط، ركت ليك بالضبط. خلونا نروح هنا، ما اضغط مربع. والله ديم اقسم بالله ما توقعت زي كذا والله يا عيال. طيب كيف اسوي ذا؟ مشكلة ما في بول كام. هل الو الو لا 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 بيجاتني. شوف البوستي مين بعد. مشكلة ما اقدر اشوف شيء يا شباب، والله مشكلة كذا والله. اوكي هذا البوست اقدر اخذه. شوفوا كيف ابى اخلص الماب. طيب كيف وش اسوي؟ شلون اطلع من هذا؟ اوه مثلث اصلا يطفي الراديو. طيب ابغى اروح هنا. والله ما ادري وين قاعد يروحون الشباب. قاعد تشوفون النتيجة، يعني في نتيجة وفي كل شيء. اوكي اوكي نعيد من جديد. ولا بالتفريط. لا يا حرام، والله يا حرام. طيب كيف الدبل جمب؟ اوكي نطه هنا. لا لا الفليب هنا يتاخر مره يا شباب، والله يتاخر. طيب نرجع هنا. حلو 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 حلو، وصلنا بس ما في بوست. طيب يا كام يا كام تكفين. اوكي اوكي عدلنا السياره، نمشي مع هنا يعني. اوكي وانا قاعد اطير فوق. خذينا هذه، حلو. لا 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 قاعد العب باليد، والله ما تعودت العب باليد في شو اسمه فورتنايت نفسها. اوكي اوكي يا رب. اوه حلو 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 جبناها. والله صعب التحكم، والله صعب. اوكي يمديني اسوي فليب بس اصبروا. اوكي الو لا 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 وين رحت انا؟ شباب لو تلاحظون شوفوا شوفوا النتيجه اللي فوق اللي مكتوب راوند 1 كيف تنتهي؟ ما ادري حرفيا ما ادري اقدر اكمل لين متى؟ كيف ارقى فوق اصلا؟ كيف؟ والله اوه كلهم عرب. هلا الو في سكه هنا. اسمع الصوت صدى. اوكي نلف يسار ونروح. وش الطريق اللي ما لنا؟ اي والله تعبت تعبت، ابغى شو اسمه ابغى اسوي شيء. خلينا نجيب الو الو ايش في ام اللف كذا؟ تحكم صعب جدا هنا، صعب صعب مره. الو اوكي لا لا ابوي هنا. يا سلام يا سلام، والله العظيم توقعت اني ما اقدر. نايس نايس حلو. لا نطيح لا نطيح لا نطيح لا نطيح. طفي الراديو اللي اشغلنا. لا نطيح يا شباب، والله الطريق يخوف. تحس اوه شوف البوست اللي جاء، والله بغى يطيحني. اوكي سوي فليب. لا 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 ايوه فليب فليب فليب، دايم الفليب يجيب فيك العيد دايم. يوه والله يبغى تطيح. هذا الطريق الى ما لا نهايه يعني ولا كيف؟ يعني حرفيا قاعد تدور تحت قبل شوي ما عرفت ايش تسوي بالضبط. بس في هذا الجدار البنفسجي هذا يوقف، فشيء كويس. شو قلط عندي؟ الو اوكي لا والله قرب. اوكي يعني ما في احد معي فوق. اوه والله يبغى تطيح. مشكله لازم تتحكم كل شوي بالكام. وات
صار أروان يسوي كذا يمشي بالسيارة وأنا قاعد من اليوم. يا أخي حرام يا أخي. أوكي أوكي أصدمه. لا أبغى أصدمه أبغى أصدمه. تكفى طير طير. لا يا الله يا كار يا الله يا غبنا. أوكي أوكي هنركب مرة ثانية. لا 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 ما هذا هذا ألو 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 اذلف قال لي اذلف. حلو الغبنة والله غبنة والله. في كم طريق بس وش المغزى من هذا الماب؟ هل هو اللعب بس كذا ولا ايش؟ ما ادري يعني قبل شوي شفت النتيجة كنا صارت واحد ما ادري كأنها ماني متأكد. ولا حتى نقدر نرقى فوق الجدار ذا. اوكي اوكي خلينا نجرب نرقى فوق الجدار. اوكي نرقى رقي كذا على طول. اوكي لا 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 هذه مبرقية. الله يسعدك هذه مبرقية. بسم الله. ايوه 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 صح رقينا رقينا رقينا. لا 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 اخ كنت ما ابغى اضغط البوست عشان ما اجيب العيد في نص هذا جاني بوست ما ادري شلون. والله يغبنا. سويها مره ثانيه لازم اسويها مره ثانيه ونجيبها. اوكي البوست ما ادري متى قاعد يجي قاعد يجيني فجاه. اوكي كي ضبطنا الرقيه. ايوه ايوه جبته. يا سلام شو البوست الحين صفر صفر. اوكي صفر او قاعد يتعب. بعدين اذا اخذت هذا يعطيني 100 كل مره. شفت كيف ابغى اصدمه ابغى اصدمه. تعال 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 يا كابتن يا كابتن قاعد يقطع ولا عندي. ليش تطير؟ ابغى اصدمك ابغى اصدمك يا اخي والله ابغى اطير يا اخي والله. بين بينكم يعني ضبطوها يعني صح ان بيج جيمز اللي ماسكه روكيت وفورتنايت في نفس الوقت لكن شيء شيء عجيب يعني الدقة وهذا الأشياء والله جاي جاي والله جاي جامد والله شيء جامد في في يعني أشياء ما مستحيل يقلدون روكيت. لو بيقلدون روكيت مرة بيصير شيء غبي يعني صراحة لو قلدوهم كل شيء من ناحية الطيران من ناحية اللف. شوفوا كيف ما في اير رول وفي أشياء جنب تقل اير رول هلتو. ليش توني أدري ليه بس توني ادري صدق والله العظيم ما شفت هذي. نركع نركع نركع. يو سلام جبناها. شوف انا الليفلي كان واحد فلو هلو وقفت لو انا الليفلي كان واحد يعني ما اعطوني ليفل والله حرام. جرب نشرب شاهي ونسوق نشوف كيف الوضع. مشكلة ما اقدر اضغط بوست والله الشاهي برد شباب. جرب الحين اير رول. اوكي جرب اير رول بسم الله. نايس والله نايس والله شيء جميل انه حتى الاير رول كيف السياره ترجف. يا ساتر اوه لا بينزحف والله جامده. لا لا والله عجبتني عجبتني الاضاءه ذي عجبتني يعني حاطين ما مخصص اصلا الروكت ليج نفسه في شيء جامد. عموما هذا كان مقطع اليوم. يعطيكم العافيه مشاهده نراكم على خير في امان الله. سلام. ما اشتركت اشترك.